ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد مع بعض البيرسونال بروناونز، يعني الضمائر الشخصيه. مبدئيا خلينا نعرف اي جمله في الدنيا بتتكون من ايه. بتتكون من 3 حاجات: نمبر 1 سبجكت الفاعل، نمبر 2 فيرب الفعل، اند نمبر 3 اوبجكت اللي هو المفعول به. طيب دي كده الثلاث عناصر اللي علشان نعرف نكون بيهم اي جمله مظبوطه. نيجي بقى للبيرسونال بروناونز اللي هي الضمائر الشخصيه. البيرسونال بروناونز في الانجليش بتنقسم لنوعين: نوع بنسميه سبجكت بروناون اللي هي ضمائر الفاعل، ونوع بنسميه اوبجكت بروناونز اللي هي ضمائر المفعول به. طيب ضمائر الفاعل دي زي بالظبط كاننا بنتكلم في العربي، بنقول انا، هو، هي، انتم، نحن، هي بالظبط، ما فيش فيها اختلاف. تعالوا ناخد شوية examples كده مع بعض عشان تكون الدنيا أوضح وأسهل. So let's start. هنبتدي. I يعني أنا. For example, I learn English يعني أنا بتعلم English. He يعني هو. He is my brother يعني هو بيكون أخويا. She يعني هي. She is a doctor يعني هي بتكون doctor. It بنستخدمها للجماد أو الحيوان. For example, it is a big house يعني ده بيت كبير، أو ممكن نقول it is a big cat قطة كبيرة. You بنستخدمها كأنت أو أنتم. أوكي، في حالة المفرد بنستخدمها كأنت. For example, you are smart student، أنت بتكون طالب ذكي. ولو تحولت من مفرد لجمع زي ما هنا حاطين الاس بتتحول بتبقى انتم. For example, you are smart students يعني انتم طلاب اذكياء. We يعني نحن. We play football يعني احنا بنلعب كوره. They يعني هم. They go to school by bus يعني هم بيروحوا المدرسه بالباص. تمام، دي كده عندنا اللي هي البيرسونال بروناونز اللي هي اول نوع فيها السبجكت بروناون. كده النهاردة احنا خلصنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هناخد فيه الأوبجكت بروناونز اللي هي ضمائر المفعول به. اشوفكم على خير ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لايك and subscribe to follow for more new videos عشان تكلكوا كل الفيديوز. See you soon. Bye.